واثق فيه. يمي اوعي بق القلة ده محمل بكل الميكروبات اللي في الدنيا، من شفة لشفة ومن ريق لريق. الولاية دي بتتكلم صح، فيها بكتيريا السلمونيلا والستافيلوكوبس ورمزي هوبس. يا مامي يا إلهي يا إلهي. يا جماعة ده محدش شرب منها خالص. كل الكلام اللي بتقوله مجيدة ده غلط، كلنا بنشرب من القلنا بقالنا زمان وما حصلناش حاجة. عشان جدتك نحست يا ماما. أنا بقى ممكن أشرب من القلة جهياً، لكن أنا هشرب منها. بجد يا مرات عمي؟ آه مش هكسفك يا وادي، هات القلة. يا يا اتفضلي يا انتي. فكري جيدا قبل ما تقدمي على هذه الخطوه. حبيبتي انا خلاص قررت، انا هشرب واتكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا ودة؟ ما فيهاش ولا نقطه ميه. زي ما بقول لك كده يا رمزي، يا انا يا الاولى. يا دولا على يا دولا، انت كده بتحطني في موقف صعب. بص قدامك خمس دقايق تقرر يا رمزي، انا ولا الاولى. يا دولا فكر يا دولا. فات منهم دقيقه بسرعه كده. ادي دقيقه كمان. ايه ده، هي الدقايق ما فيهاش بركه يا دولا. خمس دقايق خلصوا خلاص. اسمع قرارك، اسمع قرارك بسرعه. ها انا ولا الاولى. طب دولا اديني اديني دقيقه ثانيه. هو انا حكم في ماتش كوره؟ مفيش دقايق. خلاص خلاص يا رمزي. انت يا عم انت عاجبك كده؟ لا مش عاجبك. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل يا استاذ عادل؟ المعلم بستيفني. ايه معلم؟ مين معلم بستيفني ده؟ المعلم زعقني يعني. اه بستيفك. ايوه يا عم، وكسر لي قلتين على دماغي بسبب الاستاند الاولى اللي انت حاطه في القهوه. تعالى لمه بدل ما ارميه في الشارع. لا لا، يعني ايه كسر له قلتين من اولى ليه؟ لا انا هروح اجيبه. خد يلا يا رمزي. يا دولا سيبني بقى، ارحمني بقى، ارحمني بقى يا دولا، وسيبني الم القلل بقى. القلل دي مش هتدخل البازار ده عندي تاني. بص يا عادل يا سعيد، لو البازار بتاعك ده اخر بازار في البزازير دي كلها، ولا الحوجة ليك مش هجيب القلل بتاعتي هنا اهو. ما نجيبهاش هنا، يلا اتكل على الله. ايش يا دولا؟ انا هقف بالقلل بقى بتاعتي في اي ميدان، واقعد بقى اشرب كل الناس بقى، حتى كله كله كله، ولا هتذل ليك ولا للقلل بتاعتي ليك. ماشي ماشي اتكل على الله. انا ماشي يا دولا. انت عايزني امسكك؟ ايوه مش همسكك، يلا اتكل على الله. يلا يا دولا. يلا ماشي ماشي يا دولا. ولا ولا ماشي دولا ماشي. ملك الله كوك، الله يخرب بيتك، جننت الواد، هو ناقص هبل. تلات ايام يا عادل؟ حرام. طب ازاي يا بيبي؟ لا حس ولا خبر عنه. ما تسأل عنه. اسأل عنه ايه؟ ده انا ما صدقت خلصت منه الحمد لله. حرام يا بيبي، ده ابن عمك برضو، وكما قال المثل العربي الفصيح بالفارسي، العم ما يطلعش من لحم. ده في الالغاز وفي الحاجات اللي زي كده، لكن الحقيقة ان اساسا ان انا اتبريت من العيلة دي من ساعة ما عمي خلف زفت رمزي ده. الحق يا عادل الحق، الواد رمزي واقف بره ومعاه واحد وحاطط له قله على قفاه. ده واتجنن الظاهر كده. بقول لك ايه يا عادل، اتصل بمستشفى الامراض العقليه تيجي تاخده. ده انا عصفي دمك في القله واشرب من دمك. ايه يا رمزي؟ مالك مالك يا رمزي؟ قول ايه اللي حصل يالا؟ فيه ايه؟ دولك وكل شيء انكشف وبان. دول ايه هو اللي انكشف وبان؟ فهمني. كوكا ما طلعتش كوكا، ورمزي ما طلعش رمزي، حتى حته ما طلعتش حته. ايه ده؟ ايه عليه العوض ومنه العوض فيك يا رمزي. بيبي عادل ده خلاص ضرب كل السلوك ده، انا بتكلم سرايه المجازيب. انت انا قبل ما سرايه المجازيب دي تيجي انا. ماشي بس يالا، ايه اللي حصل يا حته؟ فهمني كده. مفيش يا استاذ عادل، كوكا طلعت نصابه غصب عني، والمصحف ما كنت اعرف. نصابه؟ ايوه نصابه دولا، ومسكوها واتقبض عليها دولا كده وهي بتقرا الكف، وكان الكف ملفوف بملايه. يا دي الكسوف، يا دي الكسوف. طب والنادر يا رمز؟ ما طلع في شنك يا دولا. في شنك يعني ايه؟ مش انت كنت قلت ان انت عليك نادر؟ هي اللي قالت ان انا عليا، وانا مش فاكر اي حاجه يا دولا. اه كده انا فهمت خلاص، عرفت. ويا خايب بقى، خدت منك فلوس قد ايه؟ لا اي نوع، انا خدت كل الفلوس وحق ارجع لي لما البوليس بقى قبض عليها. انت يا انت حي لما اسمي. خلاص 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 خلاص، اهدى اهدى. بص ما دام عليك نادر يعني، هات هات القله، هات القله. ما فاضيه دول، هتشرب ولا انا هشرب منها عشان اوفي لك النادر اللي عليك يا ده رمزي. مش هي فاضيه؟ ايوه. وانا قلت لك اشرب منها. ايوه. في تخلف اكتر من كده؟ يلا بقى تعالى لي، تعالى تعالى. الحوالي الحوالي. ولا ولا